عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أول نهار في العودة المدرسية للصغيرات، إن شاء الله يا رب ينجحهم ويوفقهم، وإن شاء الله نشوفوهم في أحسن المراتب يا ربي. اليوم نعدي معاكم يعني لقطات في الليل، شنو عملت الصغار باش نحضر لهم اللمجة متاعهم. تعرفوا اللي تبدأ أم عندها صغيرات في الروضة، مخها وتفكيرها كان في اللمجة شنو باش يكون، خاصة أنه نحاول أني نعملهم الحاجة في الدار اللي يحبوها ويشتهيوها. اليوم قلت خلي نعملهم كاب كيك، حاسيلو عملته معاكم يعني لمحالة مرة برشا مرات في القناة، أما المرة هذه البنات جبته لكم بطريقة أخرى، يعني تكون الخليط ما هو شكل جاري اللي تعودنا به، مش يكون الخليط يبس شوية تشوفوه من بعد باش تجينا الكاب كيك كبنفجة ومحلاها وبنينة على الأخر، خاطرها مخدومة زيتها بالزبدة. بالنسبة للمكونات حاشتنا بكعبتين عظم، اني عملت كمية صغيرة تشوفوا من بعد قداش نحات ليا، برغم عملت كعبتين عظم. خديت كعبتين عظم عليهم كاس ونص سكر وشوية ملح، باكو سكر فانيليا، وباش نركضهم مليح بيدي نركض فيهم، علاش؟ على خاطر صغار راقدين، ما حبيتش نستعمل معناها روبو، لان هيك بعد ما روحت يعني بعد ما شفتوا الفيديو متاع امس مشي تقضيت لهم المحافظ وكل عقاب اللي الفزيت نعمل في الكب كيك. نعود معاكم المكونات: كعبتين عظم، زوز بيضات، عليهم كاس ونص سكر، باكو سكر فانيليا ورشه ملح، ومن بعد زدت كيس متاع زبدة ذايبة، تحبوا تستعملوا زبدة ولا مارغرين، ونصف كيس حليب، وعليهم ثلاثة كيسين فارينة. كما قلت لكم بش يكون الخليط عاقد ما هو شكل جاري، وباكو خميرة متاع مرطبات بطبيعة. تحبوا تحطوا يعني تحبوا تعملوه بأي نكهة، تنجموا تعملوا تحطوا الكاكاو كان تحبوه بشوكولاتة، وإلا تحطوا كل شوية زهر تطلع لكم ريحة الزهر، وإلا تنجموا تحطوا كل قشورة متاع البرتقال تطلع لكم طعمة زيت بنينة على الأخر. أنا حبيتها تكون بالزبدة تشبه شوية لك المادلين، عملتها بالزبدة وزدت حطيت لها شوية من نكهة الزبدة، راني وليت نعشق النكهة متاع الزبدة، راني نحبها على الأخر، وحاصيله ما عادش نقطعها من عندي نكهة الزبدة، حتى لو كان نحط الزبدة نزيد نحط لها شوية من النكهة متاعها باش تطلع مليح. وكما شفتوا الخليط متاعي عاقد، معناها ريتو نستعمل في زوز مغارف باش نجم نهبط الخليط في القوالب. وهذه الكمية اللي نحتها لي كعبتين عظم، انتم تزوها هاكم شوفوا فيها قديش، يعني كل كعبة فيها تقريب زوز مغارف كبار. ملول حطيتهم في عظومك البيض، من بعد قلت خلينا نحطهم لهنيك فك متاع الروز والخضر. شوفوا معايا الكمية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبنين على الاخر كما قلت لكم ماكل زبدة وكله هشوشين، خاصة انهم كيف يباتوا الحاجات عظومة راهم كيف تبات تطلع ابن. شوفوا ما شاء الله كعبتين عظم شو انا حات، والله العظيم تاع زربة هاكم، حتى تشوفوا في الوقت 3 دقائق حضرتهم مع المونتاج، حصيلوا 10 دقائق خرجت من الكوجينة. وهكيك نضمن حاجة صغيرة عملتها بيدي، ونضمن انهم ياكلوا حاجة هيك متاع دار خير من الشارع. كما تعرفوا توا نعرف انه لازمنا نعملهم حاجات صحية، ماذا بينا غلة، ماذا بينا عصير، ماذا بينا حاجات تكون كبسيسة، يعني حاجات صحية. اما تعرفوا انه الصغار يشوفوا صحابهم شنو يجيبوا، ساعات تلقى صغيرات يجيبوا حاجات متاع الشارع، يعني واحدة من الناس صغاري نحاول اني نعمل لهم حاجتهم في الدار، نهار اللي ما نعملش نعمل لهم حتى ساندويتش بالهريسه والتن. اما وقت اللي يشوفوا اصحابهم في الروضه يقولوا لي لا راهو عنده فلان عنده العصير، فلان عنده كل حاجه، نولي نعطيهم شويه حاجات متاع الشارع. اما ديما نحاول اني الحاجه اللي يشتهيوها نعملها لهم في الدار، حتى وكان فيها سكر وفيها شوكولاته وفيها هاونا، نقول هاني في الدار على عينيا اضمن من مشاريين. كملت حضرتهم ومشيت رقدت ونرجع لكم من غدوة. صباح الخير. هاي نوسي. أنا سي فسينسي فززنا من الستة. الستة يفززنا عيلة كاملة. هاي هاي. مش عرقد. إيش. صب لك فين وجاء. شنو نصب لك؟ سطل مي ولا شنو؟ سطل عصير.
هاي جا أخت وجوكم عادي أنا استل عصيرة بيت هاي أوي هذا زل زل مشنو هذيك شنو هاك هاك نعم استل عصيرة وجدو هاك بهات استل عصيرة وجدو هاد سلمى والله كل يوم يفززنا من ستة ونص السبعة يفززنا عيلة كاملة واليوم النهار اللي لازم يفز فيه ما فزش فيه هيغسلوا وجوهكم وسنيكم كله يقعد في البيت يحب يقعد في البيت وما كاني كيف هاي سلمة كميتي حتى على غسلين وجهي تعالكم أختي كان قديم مش ايديك انا وجهك حنون يا ماما شفا حنون يا ماما فيقوك يا ماما ها سلمى مش للدوشة لا لا مش هني مش توا ندوسو ايش 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 قداش تحب الدوشة الطفلة مش نورمال غسلت وجهك انا ساه هاي مش بنفطرو هسك كيس هسك هسك أنس وريتكم شوية كيفاش يكون صباحي مع صغار بطبيعة مع برشا راهو يعني مع برشا شغبة ولا كيفاش هذاك يمشي يلعب من غادي هكا يمشي يلعب من غادي هذا يحب يرقد الآخر ما يحبش يلبس الآخر يحب يهزاك حاصيل وذاك كل بطبيعة نحي في المونتاج ما نخليلكم كان الموجات الإيجابية الموجات السلبية الكل ما نخليهاش أماني راني في تحضيره من الصباح والله صوتي يبدأ في الحومة كما قلت لكم اما تعرفوا فرحانه وفرحانه علاش على خاطر الصغار تقبلوا حكايه الجارد بالعكس عجبتهم صدقوني البنات اللي حبوا يروحوا تعرفوا مشيت هزيت لهم فطور متاع نصف النهار يعني كيف دقيت على الباب معناها مولات الروضه ما حبتش تدخلني معناها قالت لي كان معناها ما حبتش صغار يشوفوني فهمتوا قالت لي كان يشوفوك تو يشدوا فيك وهي هي وأنس يمكن اسمع صوتي حصيله جاني قال لي شبيك جيت باش تهزني قلت له لا جب طيبت الفطور اني يعني طيبت الكسكسي وحوته وكل يعني اني روم فيه قال لي ليه لا برك كل وحدك اني باش ناكل في الروضه مع اصحابي قلت له ما تحبش تروح على لي قال لي ما نروحش باش نقعد هني ونرقد هني حصيله عجبتهم ويعني شفتوا كيما قلت لكم كانوا كيف يروحوا مع 11:30 ما يمكن ما يلعبوش كيما وقت اللي يبداو في الجارد يمشيو بكري يمشيو من 8 خاطر في العاده يمشيو 8:30 بالرغم انه انا اليوم هزيته من 8:30 اما يعني جماعه الجارد يمكن يستمتعوا بالوقت في الروضه باللعب بالدرجيحه بكل شيء يعني بكل حاجات اللي يمكن ما يعملوهمش برشا في نهاراتهم خاطر كيما تو سالم تحضيري معناه نتصور كل الانشطه والقرايه اكثر هذاك على شو ممكن عجبتهم على هذاك قالوا لي لعبنا بالباهي وكل الحمد لله يا ربي الحمد لله انه عجبتهم والحمد لله اني ارتحت شويه من كل هزين وجيبين هوك على فرد جنب نحضر لهم لمجتهم ونحضر لهم تبشهم مره بركة عرفتوا كتحضير مره بركة والله انها لفقت بيه كيفاش وفي قلت ونهزهم نمشي نجيبهم بكري شويه والله لفقت بالوقت وقت شو يعني كيفاش تعدى قديش من حاجه عملتها اليوم ويمكن والله احسن حل عايشكم البنات بالحق انتوما كان ما جرأتش وسالتكم راني ما نحطهمش جارد فرحانه برشا اني حطيتهم معناها جارد بصراحه برغم انه شويه كانوا ضدي اما حسيت شويه راحه اليوم لاني كما شفتوا حطيت لهم يفطروا قالوا لي عامل لنا عظمه وحليب بالشوكولين وحضرت لهم لمجتهم حطيت لهم كبيبس متاع المي والكب كيك وكعبه ياغورت خاطر ما حطيتش غله ولا حاجه خاطر الغله نعطيها لهم في لمجه العشيه لاني قاعده نعلم فيهم كيفاش يحلوا دبوسه خاطر حسيتها صعيبه شويه في حلينا وتسكيره قعدت حزيلو انس نعلم فيه وبعد سالم ما شاء الله ما نعرف كيفاش يحلها وسكرها كيك نضمن انهم خاطر نخاف ما يعرفوش يحلها ولا يخليوها محلوله ولا المهم فرحانه زادة برشا بالمحافظه ذوما اللي خديتهم لهم هم مش محافظه ما تحسسها كم تاع هيك
يعني متاع لمجة الصغير عجبوني الحقيقة خير من المحافظة اللي كل عام ناخذهم لهم. في ساعة يتهلكوا وفي ساعة ما يوليوا يتفتفتوا كان ماكلة ما تقعدش فيهم ما تصبرش ويعملوا ريحة. هذه عرفتوا كل الحاجة تقعد سخونة ولا الحقيقة ما نعرفش. يعني كل عام ناخذهم في المحافظة العاديين قلت فاتني شطر عمري توا سالم آخر عام ضيف ثالث عام عنده في الروضة. عجبوني الحقيقة هيك متاع تحسها متاع ماكلة يعني متاع انه بشي يهز فيها لمشتو مش متاع كما كنت نشري فيهم اني متاع مناول. ولهني دخلوا باش يبدلوا تبشهم سالم مخديت له طابلية وانس مخديت لهش خاطر انس عنده ثلاثة طابليات وهما تقريب نفس الموديل ونفس اللون ونفس يعني نفسهم فهمتوا. خديت كان كعب متاع سالم خاطر ما شاء الله وليدي كبر اما نس قاعد كيف ما هو معناه ما زيدش برشا يلبس متاع مناول وزيد عنده متاع سالم يعني عنده حاسيلو ثلاثة طابليات. هذاك علاش ما خديتلوش قلت زيد باش ناخذ له هي الحكايه فارغه معناه الفرق بيناتهم ما يظهرش خاطر نفس القماش. ومن بعد بدلت لهم تبشهم وبطبيعة نحضر لهم الكساك متاعهم نحط لهم فيها من التبديلة يعني يبدلوش بها حطيت لهم شلاكتهم حاصلوا مستلزمات نعرف صغاري شنو يحتاجوا في النهار. صغاري خاطر لازم باش يبدلوا الشورت لازم باش يبدلوا التريكو لازم عرفتوا حطيت اللوازم لكل قش عليهم معناها قاعدين معايا في الدار. حصيلو هما فرحانين على الاخر خاطر فدوا وقلقوا من الدار مع الكورونا لا خرجوا حتى ما مشاوش تقريبا معناه ما خرجناش جمله قلقوا برشا بصراحه. سلمى غاديكا في بحذيه ما نحكي لكم شي في بالها هي حتى هي ماشيه باش تقرا ومن بعد اخواتها كيف خرجوا ما نحكي لكم مش شدها كريز نتاع بكي تبكي ونهومة وعرفتوا كل حست على الاخر قاعدة تبكي نصف ساعة وهي تبكي وزيدة يمكن هي حابة تمشي معاهم حصيله نحكي لكم شنو عملت فيها. وكملت لبستهم تذكروا وقتها في العيد الكبير برشا برشا لاموني وبرشا حكاوا عليها في برشا قنوات كيفاش اني نشري في التبش متاع نشري في التبش ما لقيت وين نحط فلوسي معناه نورمالمون العيد مش متاع التبش وكل هاوكا علاش شريت التبش. واني وقتها في حتى في الفيديو قلت راني خذيت الصبابط وخذيت لهم وقتها زوزة بدل باش يبدلوا بيهم في رجوع متاع القرايه خاطر اني نعرف روحي معناها في اول رجوع متاع القرايه عندي مصاريف مثل متاع العوله عندي مصاريف متاع الترسيم متاع الصغار يعني وعندي مصاريف متاع الادوات وعندي حصيلو برشا مصاريف هذاك علاش نقصت على روحي على باش ما حكيت لهمش باش نتاع الزهر القرايه خاطر عندي مدينة كبيره بصح كان عندي عندهم زوج صباب تشيت لهم زوج صباب تشيت لهم شلافه تو قلت لك البارح خذ محفظه قلت لك بلا كوما اللي يبدلوا فيهم كل يوم كوتون ما خديتش تبش هاوك علاش معناه خديت تبش في العيد باش نقص على روحي المصروف. وكيك بصراحة لقيت روحي خير ما اني بعد في رجوع لقراية نلقى روحي ما نلقاش يعني نخلص الروضة نخلص شنو نعمل بالضبط. بالنسبة للي سألوني على الأسوام متاع الروضة بالنسبة للترسيم لكل واحد 70 دينار والقرد بمية دينار بصراحة اني حسب ما نشوف في الأسوام متاع الروضات اللي نشوف فيهم في الفيسبوك غالين بصفة مش عادية يعني صغير يتحط في روضة بشهر 200 دينار بصراحة مش نرمال. يعني الروضة اللي بحذية يعني تتسمى بالرغم انه معناه فما ما ارخص اماني تعجبني خاطر بصراحة يتلهو بصغير بالباهي ونطمين على صغيري عندهم حتى في القراية وفي كل شيء يعني تحفونا على الاخر معناه. اسواما بنعرش لقيتها معناه يمكن مع الروضات اللي هني تلقى ما ارخص اما مع الروضات اللي نشوف فيهم في الفيسبوك بصراحه نار. اما كيما قلت لكم لان هيك عنا يعني الجارد ب 100 دينار صغير 100 دينار اما كي يبدا يعني مش جارد ظهر لي ب 60 حاصله عمليه ب 60 من 10 سنين بقداش
الجارد بمية، وعندهم ترسيم كل واحد كما قلت لكم 70 دينار، يعني يطلع 140 دينار. عزيز التكلفة معناها طلعت لي زوزة صغار، طلعت لي 200 دينار متاع الشهر مع 140 دينار ترسيم، يعني 340، مع يمكن 80 دينار أدوات مدرسية مع الحق الطابلية، و يعني زوزة صغار معناها يمكن فوق ال يعني تقريب 500 دينار ولا هكيك ولا فوق شوية. أما حسب نشوف الأسوام في تونس وفي برشا بلايس بصراحة نار، نحمد في ربي ونشكره أنه أنا جيت نسكن في مساكن بصراحة، برغم أنه في مساعدين بحدة دار بابا أرخص أرخص الترسيم وأرخص كل شيء، أما اللي بحذية الحقيقة تعجبني الروضة على الأخر، روضة البراءة تعجبني ويعجبوني اللي فيها والخدمة والنظافة وكل شيء، والهواء بالصغير وكل شيء الحقيقة تحفولين على الأخر، وحتى ما عندهمش برشا تلامذة، يعني ما فهميش كل برشا صغار كل شتبدا فما جوجمة. ولا خذيت فكرة زيادة قبل أنه أني قبل دخلت سالم للكتاب اللي تبع فيها وقتها كان يتذكروا، دخلت للكتاب من بعد يمكن اللي تقري فيه تضرب فيه ولا كيفاش، مشي نهارين ومن بعد ما عادش يحب يمشي ولا يهرب في الثنية وتخلي الروضة هذه، هذاك علاش سالم ما دخلتوش الكتاب، واخترت اني ندخل ولادي الروضة خير من الكتاب، خاطر الكتاب اللي تهز ليلو ولدي يمكن خاطر قالي تضرب فيه على يديا وقتها مازال صغير سالم، حصيلو هزيتهم للروضة لله محمد رسول الله. من عادش موجودش نقول لكم صدقوني نسيت شنو كنت نحكي، الا ما رجعت للمونتاج شفت روحي على شنو كنت نحكي. قلت لكم من الاول خديت فكره خايبه على الروضات انهم يعلموا هكا الهمجيه ويعلموا انه صغيره يعني يولي همجي ومع يولي هكا عصبي، وعرفتك اللي يعاند الصغار واللي يعيط، وحاسيله برشا كلام كان يتقال على الروضات، والحقيقه ريت برشا يعني يحكي وكيف هكا. الحقيقه الروضه دي اللي كما قلت لكم اللي بحثيه بصراحه ما ريتش معناه انه صغير، بالعكس يعني حسيت ولادي تحسنوا انه كانوا مش كيما في الدار وحدهم حاجتهم، مش متعلمين انه يقسموا حاجتهم ولا يتعلموا انه يقبلوا حد اخر في حياتهم ولا في شريكهم حياتهم وكل، اما تبدلوا الخير. هذيك علاش بالحق معناه تعجبني روضة كيف ما هيك، لكن ما تخليش صغير انه يتعلم الهمجية. فما روضاتك يمكن خاطر برشا كيف تبدا الروضة فيها برشا صغار يمكن يوليو هكاك، اما كي تبدا فيها كعبتين وكعبة تبدا خيرك وما بعضهم الناس الكل، وعرفتك اللي قراوا مع بعضهم ديما على طول. كا ان شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل، وكاو الفايدة انهم ينجحوا انهم يقراوا انهم يطلعون ان شاء الله في بلايص باهين، وكهو الفلوس مش مشكل يعني، حتى اللي يسكنوا في بلايص غاليين كهو ان شاء الله المهم هما يقراوا وكهو هيك الفايدة. كهو اني بعد ما وصلت الصغار حصيله كما قلت لكم اني سلمى عملت فيها لين رقدتها ومشيت عملت قهوتي في راحتي. عندي توا 4 شهور 4 شهور ولا 5 شهور من وقتاش من قبل رمضان ما شربتش قهوتي، وين هيك رايضة شوية كالصبحية، صدقوني خذيت وقتي يمكن للحداش باش قمت وركع في الدار. مشيت أول حاجة البيت القاعدة بطبيعة ما هم كانوا عرفتوا المستعمرينها ما نجمش نعمل فيها حتى شيء. اليوم قلت خلي نحي الغلافات ونبدلها الديكور متاعها كما شفتوا، عجبني على الاخر الديكور، باش نقولكم علاش بدلت باش ما تقولوليش كيف ما كانت خير، على خاطر توا كما تعرفوا الدنيا هيك تحسها بردت شويه، ما عادش كما قلت لكم نحلوا الكليماتيزور وليت نحل البورتفينيتر متاع البيت، وكيف كانت المضربه محطوطه على الحيط كما كانت ما نجمش نحلوا البورتفينيتر، نحل في فرده بركه كنش نبعدها باش نجم نحلها من الزوز. وكيف بدلت كيف كيما شفتوا بدلت الديكور هكاك وليت نجم نحل بورتفينيتر بسهوله، وعجبتني وصدق هيك حصيل واني نعمل فيها
قاعده نلوم في روحي شبيني ما عملتهاش من الاول، شبيني ما عملتهاش من اول الصيف، خاطر اني جربتها في شتي وما عجبتنيش، اما في الصيف تحفونه خاطر نجم نحل بيبان بسهوله. عملت عليها جو بالقعاد، نحيت اني الحقيقه التصوير خاطر ما نجمتش روحي مع الفولار وكل، اما حكيتك البورتفينيتر، حكيت الباب، حكيت الحيوط شويه، وحكيتها هي بالباهي، ممكن شفتوني نمسح ما راني حكيتها بالباهي بالباهي، ومعناه ووريتكم كان انه اني مسحتها ماني راني حصيله، فضقت فيها مواهبي خاطر وحدي، حتى سلمى كل ما خلقتنيش كانت راقده من بعد قامت. ودخلت لهني البيت البانو، كما تعرفوا كيفاش تصبح الدنيا في البيت البانو وفي في البيوت متاع الصغار مع التبديل وكل، حوست كل دار تونسية نتصور. جيت لهني البيت البانو، عندي شوية بش حطيته يتغسل هو اللول، وحطيتك الغلافات وحطيتك الزربية يتغسلوا، وقديت حكيت اللافابو وعملتك المراية، اني نرشك البرودوي متاع الشيش ما نخليه شوية من بعد نحكه، نحك لافابو كالعادة بالجافيل، وحطيت شوية ماك البرودوي متاع التبش، ريحته تهب راي تهب، نمسح بي ونغسل بي وكل شيء بي مش باش يشدني بالكل. انا يا كيال اصر وين وصلت اصلا، برغم انه هو راو خاثر كيما قلت لكم، غسلت بي توا يمكن 6 مرات اصلا نافع على غسيلة تبش على خاطره. ومن بعد مشيت للمرشي كما شفتوا، مشيت اخذت شوية خضرة، البارحة قضيت ولي أولامس حصيله قضيت شوية خضرة، لكن فما خضرة ما لقيتهاش وما عجبتنيش. اليوم رجعت خديت يعني الحاجات اللي ناقصيني، مثال أمس ما لقيتش النعناع وليت اليوم خديته، النعناع نعناع شو نقول نعناع نعناع حصيله وفالي عنده قديش، وليت خديت المحل خديت 3 ربطات، اني ما خديتش برشا وندمت انه اني ما خديتش برشا، اما قلت خاطري يمرجني في التشيح، اني راني نعمله على طريقه حماتي، لا تغسلوا لا حتى شيء حماتي، تحطوا ديريكت تنقيه ما كان فيه حشيش ولا حاجه تنقيه، وتحطوا في الشمس يقعد لها مستخضر يهب لي البنات ليك حال حتى شيء، مش كيما كي تغسل فما امكانيه انه هيك حال، حاصيله نعمله كيما حماتي يعني الحقيقه، معناه تحطوا يشيح من غير غسلين، ومن بعد تعملوا بالباهي يعني شنو نقولوا يعني تغربلوا حتلو كان في حاجه وكل، ومن بعد وقت اللي باش تستعملوا مثال في سلطه ولا حاجه وكتنجم تغسلوا، ولا المهم من يعني ما نغسلوش نحطوا ديريكت يشيح يقعد لها مستخضر يهبل. خديت شويه حوت، لقيت كعبيت قاروس عجبوني يعني كالصغار شويه عرفتوا كل متاع شويان وكله، اللي تخديت كيلو حطيتهم في مونات كيك متاع شويان، وبرا نهار نبدا ما عنديش باش نطيب ولا حاجه، وخديت فرحانه على الاخر انه اني لقيت الخس، عندهم برشا ما جابوش الخس، خديت الخس كما شفتوا، خديت شويه غله وقضيت بسيطه يعني خاطر امس قاضيه البصل والبطاطا والفلفل وقاضيه تقريبا الخضره الكل، خديت الدجاج وشويه لحم وكل، قصيت الخس، نحسه يفكرني في شتي يعني الخس، نعرفش ممكن هو موجود على طول لما اني مفقت بيه كان اليوم. كملت شويتك الحوتات خليتهم يبردوا شويه وحطيتهم فك اللي خديتها معاكم، جاب ربي طلعت هذيك صحيه ثبت فيها، اما قلت وقت اللي مشيت لك اللي يبيع ذاك اللي يبيع البلاستيك وكل، امس كان شفتوه الفيديو لقيت واحده متاع فطور الصغار محلي، عرفتوها البناتك اللي تبدا كيما يعني تبدا كيما لينوكس ولا كيفاش، كنت تخلي الماكله سخونه، عجبتني على الاخر صغيره متاع صغيرات كل واحده فيها زوز وبحتاش ندينا، ندمت انه خديت هذيا اللي متاع عزيزه، ندمت ما في باليش انه فما حاجات كيما كيكل متاع صغيرات، ان شاء الله تقول نرجع المره الجايه ناخذ لهم خير من اني نحط لهم هكا وتبرد لهم ولا حاجه، برغم انه راهو ديريكت هزيت الفطور وفطروا. حطيت لهم شويه غله ياكلوها بعد الفطور وبعد في اللمجه، حطيت لهم تفاح ونصاص وشويه عنب، يعني خاطر صغاري ما يحبوش برشا الغله، ناخذ لهم الحاجه هنا اللي يحبوها هما. هيك كملت نهاري، الله غالب ما كملتش نصور معاكم،
صارت لي حاجة توجي نهار ونحكي هيلكم إن شاء الله ما أنتم باش تكتشفها وحدكم في الفيديوهات. الحمد لله وكهو الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. حصيل البنات أني كملت القضية كما شفتوا، ركحت الدنيا الكل. سلمى رقدت وصغار ما زلم تقريب توا نصف ساعة أو الأربع ونص باش يجيو. قلت خلينا نحط هيك مسلسل، كان عندكم مسلسل هيك يعني نعدي به الوقت ولا حاجة. يعني هيك لقيت الصباح مسلسل ما نعرفش عليه به، ولي الواحد على الأقل يتفرد به شوية. بصراحة ساعات نحس كان ندخل في الـ في الـ في المسلسلات، يعني في موضوعهم ولا في حاجة يعني ننسى، كان عندي حاجة ننساها عرفتوا. الحاصل أكاوكا كان نهاري متاع أول نهار في دخول لقريته، ومن بعد كان جو صغار تو نحكي لكم شنو قالوا لي. أني لما حالة مشيت بكري طليت عليهم في الـ في الـ في الـ في الروضة وعجبتهم على الأخر. وحصيلوا أنس قالي جبت لهم الفطور البنات، قلت لناس هوكا هوكا طيبتني كسكسية وطيبت كسكسي وشوية لكحوت وكل. قالي كل وحدك كل وحدك، كاني باش ناكل في الروضة. كل وحدك ما جا في بالهم معناها، قلت هيا روح معايا باش تفطر وكل. قالي ليه كل وحدك كل وحدك، اني باش نفطر في الروضة. والله ضحكني على الاخر، عجبتهم على الاخر. قلت لهم هيا نمشيو روحوا، ما حبوش خاطر لاقين الوعب ولاقين اصحابهم وكل. حاصل ما حبوش حتى يروحوا معايا، قلت بلكش توكي يشوفوني حتى يعني مولاة الروضة. قالت لي ما غير ما تخليهمش يشوفوك وكل. ما كي شافوني عادي جدا، معناها ما قالوليش للروح لحد شيء، عجبتهم اصحابهم وعاملين جو الحمد لله يا ربي. كهواني نزيد شويه ونمشي نجيبهم، كان نتفرج شويه خاطر بطبيعه ما نجمش نقص على يعني كان يعملوا في حاجه وكل شيء، ما نجمش نقص لهم عليها. يكملوا الحصه نتاعهم وبعد نمشي نجيبهم. وهكا كان فيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم هكا خفيف وكا هو لقطات. الغلب حبيت نصور معكم حاجات اخرين لكن ما كتبتش، ان شاء الله في فيديو شيء. نحبكم برشا خير. المشكله بقى ان اللي بياخد ما بيكتفيش، يبقى عايز ياخد تاني وتالت والف. الفلوس يا ابني بعيد عنك، لعنه لعنه تعجيل مجنون.